في قانون الأهداف، يعني هاي كتير حبيتها، بتقول حياة من غير هدف مثل جسد من غير روح، الاثنين ليس لهما قيمة. صح، لازم يكون عندك هدف بحياتك شو مكانه، ما تخلي أي حدا يسخف من أهدافك. مش لازم هدفك يكون عظيم بنظر الجميع، بكفي أنه هدف عظيم ونبيل بالنسبة لك. كتير صح. وبعدين في شغلة إلها علاقة بالأهداف، بقول لك لا تفتعل فيضانا لم يحل وقته بعد. يعني أنا مع أنه يكون عندنا أهداف ويكون عندنا أحلام، ولكن التنفيذ يجب أن يكون في وقته عندما تكتمل المعطيات. ما بيصير أنا الصبح أصحى، بارح مديري قال لي كلمة مش حاببها، أنا أصلا شايف حالي بمكان كتير أكبر، اليوم رايح أقدم استقالتي، أنت هيك افتعلت فيضان، مش وقته. بالضبط، لأنه أنت ما عندك فرصة تانية لسه تقدر أنك يعني تروح عليها أو تكبر فيها أو تحقق حلمك فيها. جهز معطياتك. كل معركة بدها أسلحة، وأنا مصرة أسميها معركة، والمعركة على فكرة ال- 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 فيها انتصارات وفيها إخفاقات، ولكن ما في جدال أو معركة أو شجار أو نقاش بتدخل فيه وأنت غير مجهز لا نفسيا ولا ذهنيا ولا فكريا، راح تفوز فيها يعني، إلا إذا بنترك الأمور للحظ. هذا جانب آخر إحنا أصلا ما بنناقشه لأنه لا يناقش، ولكن الهدف حققه بوقته، جمع معطياته، ابنيه على أرض صلبة حتى لا يهتز مع أول عاصفة.